المنصور انسان اللي دوز بزاف ديال التجارب في الحياه ديالو، خايبه وزوينه، و ديجا مجوج 3 المرات، عنده 2 وليدات زينب وزيد. انا قريب بزاف من العائله ديالي، يعني انا ملي كتكون العائله ديالي في واحد يعني لاباس عليهم وحاسبين ان كل شيء مزيان الامور في العائله، تنكون انا في يعني في اوج العطاء ديالي. وانسان ما تيخرجش، انا ما تنخرجش الا الا كانت ضروره، ما تنخرجش من الدار بزاف، يعني نقدر نجلس لك بحال دابا اون سيمين دي جوغ في الدار بلا ما نوصل للباب، سي بوسيبل، نقدر ما نخرجش. خصني نخرج غير الا كانت شي حاجه اللي هي ضروريه خصني نخرج نقضيها، ولا بغى يشوفني شي حد، ولا مي انا في الدار انا تما عندي فين كنرتاح لو بلوس. المعامله ديالي الاب شويه اكثر من الطيب. الوليدات ديالي ملي تيكونوا معايا حيت ما تنشوفهمش انا ديما، انا كنشوفهم اون فوا بار سيمين، دونك ملي تيكونوا معايا سي اللعب ا فولونتي، سي البنت كتبغي تبقى تهضر معايا بزاف، كتبغي تعاود ليا بزاف، كتبغي تاخذ كتسول بزاف. الولد خصني نلعب معاه الكره، دونك هذا المشكل اللي عندي هو كيفاش نديبارطاجي الوقت بيناتهم بجوج. خصني نعطي الخاطر لهادي والخاطر لهذا، يعني وقتهم خصهم ياخذوه، وانا تعودت على انهم ملي كانوا صغار وانا يعني تنجلس معاهم في الارض، تنمنعهم من التليفونات، لان انا ضد هذه الفكره نهائيا، ومزيان اللي طرق لها المسلسل، لانه الغلط اللي كيديروا لي بارون هو باش يرتاح الاب او الام، باش ترتاح واحد شويه كتعطيه التليفون يتلهى فيه. فهذيك اللحظه باش كتعطيه هذاك التليفون راه كتبه ديالك، تيدخل هو تيدير فاميلا ديالو في التليفون، مع الوقت تيولي هذاك التليفون هم من الوالدين. واحد الوقت غتبغي تجي تهضر معاه، ما تجيكش غريبه الا قال لك فكريني في الاسم ديالك، لان بعدتيه عليك. هذاك التليفون راه ما تترتاحوش فيه، راه غير عطيو شويه الوقت وشويه الاهتمام لولادكم باسكو تحتاجوهم من بعد. هادشي اللي كاين، ما كنهضرش معاهم في هذاك الشيء بزاف حيت انا ما تنشوفش المسلسل، ما تنتفرجش فيه، وما تنبغيش نخلي ولادي زعما نبززهم يشوفوا شي حاجه يمكن ما يقدروش يشوفوها، ولا يمكن ما تيشوفوهاش في الدار، ولا لاسباب انا ما فهمتي. ماشي ما عرفتش، ما تنتفرجش فيها بزاف. يعني انا اهم حاجه عندي تنصور، ياك هذاك هو النشوه ديالي، هي ملي كنصور. ملي كتسول المخرج واش سيتي بيان، هو عجباتو هذاك هو، تقدر ما تعجبنيش وتقدر ما تعجبش شي مخرج اخر، ولكن هذاك المخرج المسؤول على العمل عجباتو هذيك لا سين، سالينا صافي. لو ريست هذاك الشيء الجمهور دابا اللي غادي يتفرج وغادي يعطينا الراي ديالو، حيت هذاك الشيء درناه للجمهور ماشي ليا. اهم حاجه في يعني ممثل تيستمتع لما تلعب ادوار مغايره. انا لعبت بزاف البوليسي، الجدارمي، يعني كاع لي زيشيل درتهم، من البوليسي، انسبكتور، كوميسير، ديفيزيونير، بريفي، جوندارم، كوموندون، ادجودون، كلشي درتو. يعني لو تنوع الادوار هو اللي تعجبنا في الحقيقه بزاف اون طونك ممثلين. طموح انا ما عنديش طموح وما عنديش اهداف في الحياه، كنعيش هكا، كتعيش ما مخططش للحياه، لا والو. علاش؟ واش هذا اختيار ولا الدنيا بدلاتك؟ لا فهمت من الدنيا بان ما تيصلح لوالو تخطط ويكون عندك اهداف، نهار بنهار. اكزاكت. واش التجارب اللي في الماضي هما اللي عطاوك الدرس هذا؟ بالضبط. انا انسان تياناليزي بزاف، واي حاجه تدوز على دازت على حياتي يعني تنجلس مع راسي تنقول بون اشنو طرا بالضبط، علاش، وشنو هو الهدف، وشنو خصني نستنتج من هادشي. انا ديما بحال هكا، وتنستافد من التجارب ديال الناس اللي قرابين ليا، وهذا قرار ديالي. مثلا بحال دابا انا ما عنديش هدف، ما عنديش طموح، انا ما كندمش، ما يمكنش نقول لك ندمت على شي حاجه درتها ولا اي سان سي غير، هاد الندم انا في حقه ما كرهتش يحيدوه، ما يبقاش يتستعمل كاع باسكو ما تيصلح حتى شي حاجه. زيد كاين شي حوايج اللي انا واخدهم قرارات بحال هكا وصافي.